اسمي عبد الله الكبريش، الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية في شركة سار، واتشرف اليوم اتعاون معكم في اعتقد عندنا امس واليوم كلها مشكلة بالبوينتر، فمش مشكلة اذا سمحت لي نروح على السلايد الثاني. طيب، زي ما قلنا في توجه في العالم كله اليوم وفي المملكة خاصة على المخاطر وعلى تغير نماذج الأعمال وعلى تغير طبيعة الأنظمة والريجليشن في المملكة العربية السعودية. يمكن نشوف كثير تغيير في عملية القوانين والتشريعات اللي قاعدة تصير الفترة الأخيرة. هذه القوانين وهذه التشريعات وبرامج الرؤية جبرت كثير من الشركات أنها تغير منظومة الأعمال عندها وتتغير الأنشطة داخل الشركة وتتغير الاستراتيجية اللي موجودة في الشركة. لو سمحتوا لي بس الموظفين، كم واحد فيكم غيرت الشركة الاستراتيجية عندهم خلال الثلاث سنوات الماضية؟ أحد يقدر يفيدنا المراجعين؟ لا، تو اليدين ما شاء الله، في يمكن نص الشعب ما في تغيير. جميل، ما في تغيير صح؟ وهذه أكبر مشكلة نواجهها كمراجعين داخلين. أنا كمراجع داخلي دوري المفترض عندي استراتيجية في الشركة، أشوف الإدارة التنفيذية قاعدة تحقق هذه الاستراتيجية اللي المفترض تحقق قيمة مضافة لأصحاب المصلحة. منهم أصحاب المصلحة؟ أول شيء الملاك، ثاني شيء منهم الموظفين. كل موظف وده يترقى، كل موظف وده يزيد الدخل الموجود عنده، كل موظف يبحث عن أمن وظيفي، صح ولا لا؟ فعدم وجود تعديل في الاستراتيجية تمشي مع المتطلبات الحديثة، هذا بحد ذاته اعتقد انه مشكلة. عندنا اليوم دعم من هيئة سوق المال ومن تداول انه كثير من الشركات المساهمة المقفلة والعائلية اللي تشكل يعني السواد الاعظم في المنطقة لازم تتحول لشركات مساهمة ومدرجة في سوق نمو تاسي، صح ولا لا؟ وعندنا طموح انه ندرج تقريبا 1000 شركة. عندكم خبر ولا لا؟ ويمكن كثير من الشركات اللي انتم فيها اليوم تتحول لكلوز جوينت ستوك كمباني وتحاول تجيب برايفت ايكويتي وتحاول تتحول لسوق نمو. هذا كل التغيرات ولا في استراتيجيه مشكله. في بعض الشركات انا عضو لجان مراجعه فيها ورايحه لسوق الاسهم والى اليوم ما عندهم دوكيومنتد استراتيجي عشان تقدر تقيس وتشوف الكي بي ايز والبنش مارك حقتك انت ماشي صح ولا لا. طيب هذا كيف تضمن لك بكره والاصحاب المسرح اللي بيشترون مستقبلا انه والله في سستينابيلتي وفي استدامه في الاعمال؟ ما في ثقه. فاول شيء اليوم في العمل المؤسساتي في اي شركه لابد ما يكون عندك استراتيجيه واضحه في السنوات القادمه، واستراتيجيه على الاقل يكون مدتها 3 سنوات. اذا ما في استراتيجيه كيف انت كمراجع داخلي تبي تتاكد الاداره التنفيذيه تؤدي دورها؟ كيف تبي تفهم انتم الزملاء؟ احد عضو لجنه مراجعه من الاخوان والاخوات هنا؟ اذا في احد عضو لجنه مراجعه، كيف نبي نتاكد انه اداره المراجعه الداخليه قاعده تحقق التاكيدات والاستشارات اللي نحتاجها بحيث احنا نوفي بالتزاماتنا امام مجلس الاداره ولجنه المراجعه المفترض ترجع لوين؟ ها؟ تشكل من وين؟ من الجمعية العمومية، صح ولا لا؟ بالتالي عندنا التزامات أكثر من مجلس الإدارة، في جمعية عمومية وصار عندنا شيء نسميه 5 بـ5، تعرفونها؟ 5 وخميسة، يقولون في نظام الحوكمة الأخير في هيئة سوق المال عليك التزامات كعضو مجلس إدارة ولجنة المراجعة، ممكن لا قدر الله إذا أنت قصرت فيها 5 سنوات سجن و5 مليون غرامة. صح ولا لا؟ عشان كذا نشوف الـ5 سنوات الماضية في حاجة عالية في موضوع المراجعة الداخلية وحوكمة الشركات الفترة الأخيرة. سابقا في المراجعة الداخلية كانت مراجعة تقليدية. بدأت المراجعة الداخلية من وين؟ من عملية الالتزام. يسمونها مراجعة ما قبل الصرف وما بعد الصرف، صح ولا لا؟ الأخ من وين؟ من مصر ولا من الأردن؟ هذا المصطلح دائما موجود في مصر، مراجعة قبل الصرف وبعد الصرف ولا لا؟ وحنا في السعودية وانهيرتد واخذنا، وفي كل العالم هذا كان موجود، المراجع كان جزء من الإدارة المالية. بعدين تطورت المراجعة وأصبحنا نصلح مراجعة الالتزام، نسميه مراجعة الامتثال، كومبلاينس. نرجع نشوف عندنا تشيك ليست في كومبلاينس مع البوليسي والبروسيجرز والاستراتيجي والجوب ديسكريبشنز اللي عندنا ولا ما في كومبلاينس. بعدين هذا صار وش يسميه؟
تراديشن واي اوف اوديتنج، رحنا على نيو واي اوف اوديتنج، اصبحنا نقول الاوديت ريسك بيس، الاوديت او المراجعه على اساس المخاطر الموجوده عندنا، صح؟ تطورنا شوي وانتروديوس حاجه نسميها الكونتينيوس اوديت، الاوديت او المراجعه المستمره، صح ولا لا؟ اليوم عندنا تحديات اكبر من هذا كله، حنجيها الان بالسلايدات الجايه. ودي نسمع منكم انتم خاصه الاخوان والاخوات الممارسين للمراجعه الداخليه، وش التحديات اللي لازم حنا نبني فيها المهارات الموجوده. الستاندر والمعيار 1200 قال انه البروفيشنسي مسؤوليتك انت كموظف، انك لازم تبني القدرات الموجوده عندك. ليش؟ عشان تقدم قيمه مضافه للمنظمه. اذا قدمت قيمه مضافه للمنظمه انت بالتالي تساعد هذه الشركه على الاستدامه. طيب في البدايه كنا نقول حنا عندنا التزام وامتثال، وش كان يحتاج الامتثال والالتزام؟ احد يقدر يشاركنا من الاخوان والاخوات؟ وش المهارات اللي كنا نبيها؟ مهارات بيسك، نبي والله عندنا فندمنتال في المراجعه الداخليه، فندمنتال في فهم الاعمال. بيسك المهارات اللي كانوا يتطلبونها منا. لما جينا الشيء يسمونه في الانجليزي هنا يسمونه الانسايت، البزنس انسايت على الشركه او الافكار اللي ممكن انت تقدمها من داخل الشركه، بالتالي انت تساعد متخذين القرار على انه يفكر خارج الصندوق، او بعض الاحيان نقول ثرو ذا باكس، يعني ارمي الصندوق كله واطلع من كل الصندوق تماما. ها؟ فانت كل ما يكون عندك استيعاب لنشاط الشركه ولقدرات الشركه التنفيذيه والموارد التشغيليه والماليه الموجوده عندها، ممكن انت تعطي بزنس انسايت على الشركه. وهذا يحتاج مهارات مختلفه، يحتاج كريتيكال ثينكينج، يحتاج تفكير عميق وتفكير ذكي اسرع من اول ما كنا، ويحتاج ادوات ايضا لازم نستخدمها. الاخوان الممارسين، معليش ثاني مره براكز على الممارسين، الاخوان الممارسين كم واحد فينا يستخدم الكونتينيوس اوديت بالشركه؟ يمكن مو بكلنا، صح؟ ولو بعيب ترى، بس انه لازم نتغير، لانه اذا ما نتغير رايح يكون علينا كريتيسيزم وانتقاد كثير من الاداره التنفيذيه ومن مجلس الاداره. بعدين نجي نهايه السنه نقول اعطونا بادجت، يقول سوري انت كوست سنتر ما انت بروفيت سنتر، صح؟ لانه احنا ما قدمنا قيمه مضافه. دائما لزملائي نصيحتي قدم قيمه مضافه عشان اي بادجت تطلبه يقولون سم وابشر، لانه قاعد يشوف الفاليو اللي انت قدمتها له. بالتالي اذا انت بتقدم بزنس انسايت لابد انك تتغير طريقه تفكيرك والادوات اللي تستخدمها. كم واحد يستخدم اي سي ال في عمليه السامبلينج؟ كم واحد يستخدم في كثير من الادوات اللي تساعد في عمليه الفحص بشكل تعطي فول سامبلينج بدل ما ناخذ عينات؟ طيب احنا اليوم كممارسين ما نستخدم كثير من هذه الادوات، صح ولا لا؟ ضروري نغير طريقه تعاملنا وتعاطينا مع المراجعه الداخليه عشان نقدر نعالج هذا الموضوع. طيب الفندمنتال او الاساس قلنا هو الالتزام في المراجعه الداخليه، زين؟ كثير من الشركات تتمنى، او ادارات المراجعه الداخليه في الشركات تتمنى انه يصل انه يكون ادفايزري رول عنده بالشركه، يعني مستشار اكثر من انه مراجع داخلي. ليش؟ يقول لك والله مراجع داخلي كثير انتقادات علينا، انه احنا جايين ندور اخطاء، جايين ندور قصص فشل، صح ولا لا؟ انا ابي اكون مور اوف برو اكتف، انا ابي اكون مو هو رياكتف، ولا انا اجي اتصيد في امور كانت سابقه وتاريخيه ما عاد تقدم قيمه مضافه، انا بشوف استشرف المستقبل واعطي لهم نصائح واستشارات. تحاولنا ترفع من قيمه الشركه وتحاولنا تدير المخاطر بشكل احسن. انت عشان تصل لهذا لازم تغير نفسك، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. مهاراتك ثاني مره لازم ترتقي حبه حبه عشان تكون انت تلعب ادفايزري رول. اليوم ما تشتغل انت على الادفايزري ولا تقدم استشارات مش عيب، على فكره في العالم كله فقط 27% من ادارات المراجعه الداخليه وصلت لمرحله النضج في هذه المنطقه، فقط 27%. بالتالي عندنا تقريبا حول ال 74-75% ما بعد وصلوا لمرحله النضج انهم يقدمون الاستشارات. طيب كيف تقدر انت تقول اني وصلت لمرحله النضج او انا عندي مؤشرات اني وصلت لمرحله النضج؟
إذا جاء الرئيس التنفيذي دق على بابك قال لو سمحت سعادة الرئيس أو سعادة المراجع الداخلي عندنا مشكلة نبيك تجي تساعدنا فيها. هنا وش معناته؟ وصلت إلى درجة من الثقة بينك وبين الإدارة التنفيذية، وبالتالي أصبحوا يطلبون العون منك أنت كاستشارات وليس كمراجعة أو مهمة تأكيدات أو مهمة الشورنس. المراجعة الداخلية للأخوان عادة تقدم خدمتين، الشورنس اللي هي التزام وامتثال أو ادفايزري أو كونسلتنسي نسميها بعض الأحيان. فأنت هنا الشورنس أو هنا الامتثال والالتزام، وهنا الادفايزري رول أو عملية الاستشارات. حدد وين تبي تكون أنت كمراجع داخلي أو كإدارة مراجعة داخلية. ممكن نروح للسلايد اللي بعدها إذا سمحت لي يا سيد. طيب اليوم عندنا مجلس إدارة، ومجلس الإدارة يوكل المهام. مجلس الإدارة مسؤول مسؤولية تامة، كل واحد في شركة يجب يعلم أن مجلس الإدارة مسؤول مسؤولية تامة عن نظام الرقابة الداخلي وبيئة الرقابة بالشركة. وش يصلح مجلس الإدارة؟ يفوض هذه المهمة إلى شيء اسمه لجنة المراجعة الداخلية. لجنة المراجعة الداخلية ما تشتغل بشكل يومي في الشركة. وش تصلح لجنة المراجعة الداخلية؟ تفوض هذه المهمة لإدارة المراجعة الداخلية عشان تقدر تقيم نظام الرقابة الداخلي وتقوم بعملية إثبات لالتزام الشركة بالسياسات والإجراءات، وتقيس قلنا ثاني مرة الاستراتيجية هل هي مطبقة ولا غير مطبقة، ويحتاج نعدل باستراتيجيتنا ولا لا. هذا التحدي اليوم اللي احنا قاعدين نشوفه، حتستمر إدارات المراجعة الداخلية تقدم الالتزام أو الأشورنس، ولكن لازم انها تنضج حتى تصل لمستوى الادفايزري رول والاستشارات في عملية التعاطي مع القضايا اللي تقعد تشوفها. كثير من الزملاء مدراء التنفيذيين للمراجعة الداخلية في جميع دول العالم اليوم يواجهون شوي انتقاد، يواجهون شوي كتريسيزم من الشركات انه انتم بس قاعدين تناظرون بهستوريكال داتا. ناظروا لقدام، اعطونا 5 سنين وين حنا رايحين. هذا ترى نقطة جدا مهمة. في حد الشركات امس ضربت مثال وبرجع اسمحوا لي اضربه اليوم. في شركة كنا عندنا منتجات، المنتجات هذه نقعد نشتغل 9 شهور وب3 شهور نقدر يعني ناخذ هذا المنتج الاخير. هذا المنتج يحتاج الى منطقة تدريج ومنطقة تغليف بعدين منطقة توزيع. فكان المراجعة الداخلية سألت الإدارة التنفيذية في موضوع البزنس كونتينيوتي، البزنس استمرارية الأعمال. كمراجع داخلي لازم تقيس فاعلية الشركة، هل عندها موديل جاهز للبزنس كونتينيوتي لا قدر الله إذا صار أي مخاطر، هل نقدر نستمر ولا بنوقف ونجلس. فقلنا لهم إذا هذا مركز التدريج احترق يوم من الأيام وش المخاطر؟ قالوا ما عندنا مخاطر. تدرون ليش؟ أحد يقدر يقول لي ليش؟ ترى قلنا هي اليوم جلسة تفاعلية. قالوا لأنه حنا مأمنين، عندنا تأمين على المركز. قلنا مو بمشكلتنا فقط بالتأمين، أنت لا قدر الله إذا ما نزلت السنة هذا السوق وش معناته؟ حتخسر حصة سوقية، حيدخل منافس صح ولا لا؟ بعدين أنت صعب أنك تمارس البوزيشنينج حقك وعملية الأسعار حقتك في المستقبل. طيب وش الحل؟ رحنا لصديق منافس، شركة منافسة، وقلنا عندكم نفس المشكلة، وبدأنا احنا نصلح لهم education ونعلمهم وش ممكن يصير خطر عندكم، كيف تتفاعلون معه؟ قالوا ما ندري. قالوا طبعا مستحيل نبني مركز تدريج ثاني لأنه يكلفنا 130 مليون. قلنا ما نبيكم تبنون مركز تدريج ثاني لأنه ممكن تستخدموا مرة في كل العمر حقك. طيب وش الحل؟ وش رايكم تستخدمون مركز التدريج حقنا ونستخدم مركز التدريج حقكم ونكتب احنا وياكم SLA سيرفيس ليفل اجريمنت، خلال كم توفروا لنا وخلال وش المساحه اللي تعطونا اياها بحيث انه نكون جاهزين ولا نخسر الحصه السوقيه حقتنا. وضحت الفكره؟ سبحان الله العظيم بعد تقريبا 3 شهور احترق مركز التدريج حقنا. الساعه 2 في الليل احنا مشغولين مع الحدث اللي عندنا، الساعه 4:30 الفجر رئيس التنفيذي اتصل علينا للشركه المنافسه قال مركز التدريج جاهز لخدماتكم الساعه 6 الصباح يا شباب. هذا يعني من اهم الاشياء اللي في البزنس كونتينيوتي، وانت كمراجع داخلي كيف تقدر يعني تمارس عمليه استشراف المستقبل والمخاطر اللي ممكن يعني تحدث للشركه، وكيف تقدر تساعد الاداره التنفيذيه. زي ما قلنا اليوم للاسف انه فقط 27% من ادارات المراجعه الداخليه تقوم بعمل استشاري، واغلبيتهم لا زالوا في عمل التشيك ليست والكومبلاينس ليست. الموضوع الثاني أكبر فجوة اليوم تواجهها كثير من إدارات المراجعة الداخلية هي عملية الداتا أناليتكس.
أو التحليل في عملية البيج دات الموجودة عندنا. ما في أدوات قاعدين نستخدمها، لازلنا نستخدم فقط الإكسل شيت، صح ولا لا؟ بالتالي وش الأدوات اليوم؟ حجم المعلومات صار ضخم جدا، وكثير من الأمور صار لها أتمتة، صح ولا لا؟ كيف أنا أقدر أوفر سبل وأدوات في عملية الأنظمة هذه حيث أنها تتعاطى مع هذه التحديات اللي احنا نواجهها؟ احنا كمراجعين ضروري نفكر ثاني مرة، وضروري نستعين بأهل الخبرة من المحللين الكمبيوتر ساينس والمايس والارتفيشال انتليجنس، وشلون يقدرون يساعدوننا بصياغة وتكوين نظم معلوماتية جديدة تساعد على هذه المهام. 60% من الشركات اليوم تقول المراجعة الداخلية هي مراكز تكلفة لا زالت. وش يسمونها؟ أي شركة عندك إدارة تنقسم الإدارات إلى صنفين، صح ولا لا؟ وش نسميها؟ أيوة، إذا نسميها مركز تكلفة وبالتالي بس ندفع عليها مصاريف، أو مركز ربحية وريفينيو جنريتر، صح ولا لا؟ بالتالي أكثر الشركات تقول المراجعة الداخلية 60% لا زالت كوست سنتر عندي، بس نصرف عليها فلوس، لأنه الفاليو اللي تقدمها sometimes is not measurable ولا غير مقاسة، صح ولا لا؟ فضروري أنت تصلح كوانتيفيكيشن لهذه المعلومات اللي نطلعها وهذه التوصيات اللي تقدمها، وتكون قابلة للقياس بحيث أنه توري القيمة المضافة للشركة أو المنظمة اللي أنت فيها. ضروري تتحول وبالتالي تقدر ترضيهم، إذا ما ترضيهم ما يعطونك في الأخير البادجت ولا يشوفون قيمة مضافة منك ولا يعطونك بالريسورسز اللي انت بي. 80% من نتائج الاستبيانات اللي العادة تصلحها الهيئات المتخصصة في المراجعة الداخلية يقولون لابد من رفع كفاءة إدارة المراجعة الداخلية، لابد من رفع كفاءة إدارة المراجعة الداخلية. يا استاذ تعطينا السلايد الثاني إذا ما عليك أمر. وهذه المشكلة لابد أنه نتعاطى حنا معها بطريقة أفضل. إذا قلنا المراجعة الداخلية غالباً هي ترجع إلى لجنة المراجعة، وعندنا تحديين ما بين الأشورنس وما بين إنه الادفايزري رول، صح ولا لا؟ وبالتالي استراكينج ذا بالانس أو إنك تقدم عملية التوافق بين الثنتين تحدي كبير. الإدارة تبيك تروح للاستشارات وتبيك ترفع من طريقة تفكيرك وتكون سبجكت ماتر إكسبرت، صح ولا لا؟ وهذا صعب جدا، لأنه بالتالي يحتاج منك تحول أكثر من مرة على أكثر من إندستري، تقرأ بشكل كبير أكثر من الإدارة التنفيذية عشان يسبيك the same language مع الإدارة التنفيذية ومع زملائك بالإدارات الثانية. الأخوان اللي في ريش جراد ولا حيدخلون المراجعة الداخلية، أكبر سؤال تواجهه من أنت عشان تراجع علي، صح ولا لا؟ عندي خبرة 30 سنة، من أنت اللي اليوم عندك خبرة سنتين تجي؟ إذا ما تتكلم باللانجوج حقتهم، إذا تروح على البروجكت مانجمنت وتتكلم بالبروجكت مانجمنت فريم ورك وتفهم الفندمنتال الموجودة عندهم والاس بي اي والسي بي اي، ما راح احد يهتم للكلام اللي انت تقوله، ولا راح احد ياخذ بجدية هذه الريكومنديشنز اللي تعطيها. فكل ما تكون انت بنفس الليفل والمستوى اللي هم يتكلمون فيه وبنفس اللغة اللي هم يستخدمونها دائما، يحترمونك اكثر وبالتالي يسمعون لك اكثر وياخذون التوصيات اللي انت تعطيهم بشكل جدي. خلينا نقول اذا رجعنا ثاني مرة لعملية الاشورنس او العملية الادفايزري، إذا قلنا في عملية الشورنس حنا نقدم تأكيد، وبالتالي نحتاج إلى مهارات خاصة بالتقنية والفندمنتال انترنال اوديتنج ابروتش، ونرفع من عملية زيادة الكفاءة باختباراتنا وبالعينات. لازلنا نشتغل على السامبلينج في عملية العينات حقتنا، ليش ما نصلح فل سامبلينج اليوم؟ ليش ما نصلح الـ ACL وناخذ التولز الجديدة اللي تعطينا فل سامبلينج حتى لو كانت عدد العينات 100,000 عينة، وبس احنا نحدد وش البارامترز وبالتالي هو حيعطينا وين نركز حنا اكثر. بس بشكل عابر سريع اليوم، من منكم المراجع الداخلي يعرف قانون اسمه بينفورد لو؟ احد يعرف بينفورد لو؟ بينفورد لو هذا واحد من القوانين كثير من المراجعين ما يعرفونه. هو عبارة عن ادوات تستخدم، طبقت على أساس الخوارزميات، طبقت على علم الخوارزميات، وبالتالي لو راجعت المصروفات يوم من الأيام أو راجعت المشتريات، هو عنده شارت معين بينفورد لو يقول المفترض أن تمشي بالترند هذا دائما. كل الخانات تجي تطلع كل المدفوعات أو تطلع كل أوامر الشراء اللي عندك وتقول صلح لي سبليتنج لأول ديجيت تصلح لي سبليتنج، ما بيدخل بالتكنيكاليتي. في المفترض عندك يكون الشارت كذا. البينفورد لو يقول الشارت والترند إذا ما طلع بالطريقة هذه وطلع مثلا كذا وصار فيه سباركينج ورجع ثاني مرة، كل العينات اللي تبدأ بالرقم مثلا 3 طلعها، ترى هذه سسبيشز، يصير عندك ممكن خلنا نقول حدث مهني
وممكن يكون في مشكلة هنا، حاول تطلع عيناتك وتركز. بالتالي أنت لازم تستخدم الـ 80-20 rules، وقتك لازم يروح أكثر وقتك على أهم 20 مشكلة في الشركة. إذا حليتها بعد توفيق رب العالمين في المنظمة تقدر تعالج أكثر المشاكل. إذا تتحول على الادفايزري رول وتتحول أكثر على عملية الاستشارات، لازم تكون أنت انوفيتيف كمراجع داخلي، لازم تكون كرييتيف، لازم تتعاطف مع الأمور بجدية، استشراف للمستقبل أكثر. اليوم عندنا هيئة للأمن السبراني، عندنا اليوم كثير من الريجليشنز اللي نزلت البلد، وين حنا كمراجعين؟ وهل فهمنا الريكوايرمنت حقت الهيئات هذه، ولا لسه حنا بعيدين كل البعد عن المتطلبات للهيئات هذه؟ واضحه الفكره؟ في احد الشركات صلحنا اوديت على موضوع الريكوايرمنت حقت هيئه الامن السبراني، طلع تقريبا معدل الشركه لا يتجاوز اعتقد 10 نقاط من 104 او 114 نقطه. انتم تدرون اليوم احد موظف القطاع العام او القطاع الخاص اللي تابع للحكومه، هيئة الأمن السبراني توفر لك هذه الخدمة مجاني، يجون صلحون عليك أودت. بالتالي أنا كمراجع أو مسؤول في إدارة المحاسبة أو إدارة تنفيذية، ليش ما أطلب العون منهم إذا هم يقدمون لي الخدمة هذه مجانا؟ زين ولا لا؟ خاصة في الشركات الحكومية لابد أنك ترتقي بطريقة تعاطيك للمشاكل اللي أنت تواجهها عندهم. طموحات لجنة المراجعة، لجنة المراجعة دائما عندها هدك، يقولون لك هل أنشطة المراجعة جالسة تتوافق مع الاستراتيجية حقت الشركة؟ طيب لو الشركة أساسا ما عندها استراتيجية، كيف تبي تجي اليوم وتقول في موائمة بين الشغل اللي تشتغله إدارة المراجعة الداخلية وبين الريسورسز أو الكفاءات والقدرات اللي يوفروها؟ إذا ما في استراتيجية مشكلة. أكثر إدارة المراجعة الداخلية لا زالوا يجيبون فقط محاسبين. كم واحد مراجع معنا داخلي اليوم؟ عندكم احد غير اداره غير باك جراوند محاسبه في اداره المراجعه الداخليه؟ ما في؟ في احد هنا احد عند ما في؟ طيب في وش تخصصه؟ سم اي تي ميديكال. جميل. بالتالي اليوم عندنا تطور في خلينا نقول على السوق المحلي، عندنا انفستمنت وعندنا استثمارات ضخمه في عمليه البنيه التحتيه. كم عندنا جاهز سيفل انجينيرينج وميكانيكال انجينيرينج انهم يكونوا مراجعين داخليين؟ كيف انا ادخل شركه مقاولات ولا ادخل منظمه تشرف على المقاولات ولا عندي باك جراوند في الانجينيرينج؟ كيف انا اقدر ادخل على الريل واي بزنس او على الليفيشن او على الميديكال او على الانترتينمنت ولا عندي انا باك جراوند بالاريا هذه؟ صح ولا لا؟ لا كلجنه ولا كاداره مراجعه داخليه. وضحت الفكرة؟ فضروري أنت توائم مع متطلبات اللي عندك. إذا أنت مسؤول عن إدارة مراجعة داخلية أو لك أصدقاء بإدارة مراجعة داخلية أو عضو لجنة، لابد أنك توائم الكوادر اللي موجودة بإدارة المراجعة الداخلية تتعاطى مع نفس المتطلبات في الشركة. أعطيكم مثال بسيط في شركتنا اليوم. إدارة المراجعة الداخلية عندنا ناس متخصصين، وحدة في الإدارة المالية والكوربريت والادارات الكوربريت، وعندنا اداره متخصصه في عمليه الاوبريشن اللي هم يتكلمون اللانجوج واللغه حقت الريلوي بزنس. هذا شخص عنده 25 سنه خبره بالريلوي بزنس، فلما يتكلم مع الزملاء يفهمونه اكثر وينبسطون. ليش؟ لانه قاعد يقدم لهم قيمه مضافه. احنا نتكلم انه الاوديت لازم تقدم قيمه مضافه. الامر الثالث، احنا عندنا استثمارات ضخمه في البنيه التحتيه، بالتالي عندنا احد متخصص بالكابيتال بروجكت يسمونها او سيفل انجينيرنج، عنده سيفل انجينيرنج وعنده بي ام بي سيرتيفيكيشن وعنده شوي خبره في المراجعه الداخليه، بالتالي حتى لما يراجع عليهم هو يوفر فلوس كثيره، يقدر يصلح ريكفري، يقدر يصلح فاليو انجينيرنج، يقدر يصلح سيفنج في هذه المشاريع بعد توفيق رب العالمين. فاحنا كمراجعه لابد نشوف ايش تطلعات الزملاء في اداره لجنه المراجعه. اليوم لجنه المراجعه تسال المراجعه الداخليه وش السؤال؟ هو غير موجود عندنا 24 ساعه، صح؟ اذا انت كمسؤول عن اداره المراجعه الداخليه ما تروح لجنه المراجعه تقول انا اباكم تسالون السؤال هذا للاداره التنفيذيه، انت ما قاعد تساعد لجنه المراجعه. ضروري انت تكون يعني قادر انك تساعد هذه اللجنه. وش الاسئله اللي تطرحها على كل واحد من زملائك في الاداره التنفيذيه؟ جيد. الامر الاخر، اليوم عندها وريز، عندها دائما قلق لجنه المراجعه. هل الزملاء في اداره المراجعه الداخليه قادرين يقيسون وتؤسس الهيلث الفاينانشال هيلث حق الشركه وخلنا نقول الصحه الماليه للشركه؟ معالي الوزير في افتتاح المنتدى قبل يومين قال المحاسبه هي الدكتور
اللي يشيك الصحة المالية للشركات، والمراجع اليوم يشتغل خط الدفاع الثالث دائما نقول، صح ولا لا؟ فبالتالي انت جالس تشوف الكابيتال ستراكشر حق الشركة هو الاوبتيمال او الهيكلة المناسبة لإدارة الشركة ولا لا؟ هل الشركة اليوم عندها كاش مانجمنت وتريجري كويس ولا غير كويس؟ هذا قلق عند لجان المراجعة، هل موجود الكفاءات هذه ولا غير موجودة هذه الكفاءات؟ اليوم تتكلم انه في مبادرات كثيره، المودج وش قدم؟ ريكومنديشن، يبغون يقيسون هذه التوصيات اللي انت تقدمها كل سنه. في نهايه السنه لجنه المراجعه لازم تقدم تقرير مجلس الاداره، صح ولا لا؟ لابد انت تشرف لجنه المراجعه. لجنه المراجعه تعتمد بعد الله عليك انت كموظف ومسؤول في اداره المراجعه الداخليه، اذا التوصيات حقتك ما هي بذات قيمه جوهريه انت ترى ما قاعد تشرف لجنه المراجعه، قاعد تحطهم في موقع سيء امام مجلس الاداره، فلا بد المبادرات اللي تطلع فيها تكون قيمه مضافه يحس فيها الاداره التنفيذيه وتحس فيها الزملاء في مجلس الاداره ويحس فيها الملاك بعد توفيق رب العالمين. اليوم نواجه احنا في اداره المراجعه الداخليه دائما نسال اسئله مهمه، اول ما يجي مقابله لي مع اي لجنه مراجعه دائما في اي وظيفه اقول لا بد اجلس مع الزملاء في لجنه المراجعه، اول سؤال اقول ايش تتوقعون مني كمراجع داخلي؟ لا بد تسأل السؤال هذا، هل تتوقع مني التزام؟ هل تتوقع مني فاليو ادد؟ في بعض اللجان يقول لك انا يعني اللي يحتاجه فقط التزام وامتثال، اقول له شخصيا عبد الله الكبريش مو بالشخص المناسب لك، راح ابحث عن شخص مناسب فقط يؤدي الالتزام، انا شخص رغبتي دائما بالبرفورمانس اوديت، رغبتي دائما انه إدارة المراجعة الداخلية والزملاء اللي يشتغلون في المراجعة الداخلية لازم يقدمون قيمة مضافة، لازم يؤدون مراجعة على أداء الشركة، ما هو فقط التزام، لابد احنا نطلع للادفايزري رول، وهذا لابد تعرفه أنت قبل ما تبدأ عشان ما تتخطى الحدود اللي نصت عليها. الأمر الآخر، هل مهام المراجعة الداخلية اليوم ماشية مع الاستراتيجية ولا لا؟ هل الزملاء في لجنة المراجعة فيهم ممثلين لمجلس الإدارة؟ هل يشوفون أنك أنت تقدم قيمة مضافة ولا لازم تعدل من الخطة اللي أنت تشتغل فيها؟ هل أحد يقدر يساعدنا من الزملاء الممارسين؟ هل في ملاحظات كلجنة مراجعة أو تقولون ترى عندنا تحدي مع إدارة المراجعة الداخلية؟ أو إدارة المراجعة الداخلية هل في تحدي تواجهونه مع الزملاء في لجان المراجعة؟ ما رايح نقول شيء ترى. ما في تحديات؟ ها؟ سمن على عسل؟ ما في تحديات؟ ما في تحديات؟ طيب مستحيل ما في تحديات، سمي تفضلي. اي 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 صح صحيح اوكي. غالبا تنص المعايير مراجعة داخلية لا تقول اذا انت تقدم استشارة للشركة كيف تقيمها لاحقا، صح ولا لا؟ غالبا في المراجعة الداخلية في المعايير لما تقدم استشارة لابد اول شيء انه الشخص اللي قدم استشارة ما يكون هو الشخص اللي راجع عليها مستقبلا، او اذا ادارة المراجعة الداخلية بتقيمها مستقبلا لابد تعطي فترة، تعطي جاب محدد بعدين تجي تصلح لها مراجعة داخلية. وضحت الفكرة اختي؟ وانت لما تقدم استشارة على فكرة انت يجب ان تقول هذه استشارة وليس قرار اداري، لانه متخذ القرار لابد يفكر ويشوف هذه الاستشارة مناسبة او في طريقة افضل من الاستشارة اللي انت قدمتها. انت تقدم استشارة اسمها استشارة في الاخير، هو لابد انه يفكر وهو متخذ القرار وهو اللي يتحمل المسؤولية النهائية، صح ولا لا؟ فبالتالي لابد ياخذها ويتحملها وهي اونت، مش انت الاونرشيب لها. المراجعة الداخلية بشكل عام او الكونسيدريشن للمراجعة الداخلية في الفترة القادمة لابد يكون في موائمة ما بين المراجعة وما بين لجنة المراجعة وما بين الادوات اللي تستخدمها زي ما قلنا قبل شوي وما بين الكوادر اللي انت توظفهم وما بين الادارات في لجنة المراجعة. ما في one size fit to all، ما في ثقافة تمشي، يعني ما تقول لي تعال في إدارة ناجحة في أرامكو بطبقها بكل لجان المراجعة، ما في هذا الكلام. كل شركة عندها ثقافة مختلفة، كل شركة عندها بزنس موديل مختلف، كل شركة عندها استراتيجية ونشاط مختلف، في مؤشرات وإطار عام وانت لازم تصلح له كستمايزيشن على أفضل طريقة يخدم الشركة اللي انت تفضل فيها. لو سمحت السلايد اللي بعده. طيب عندنا ثلاث مشاكل دائما في المراجعة الداخلية، عندنا مخاطر
عفوا ترى يحتاج لها إعادة استكشاف، لكن عندنا مخاطر وعندنا تكاليف وعندنا قيمة مضافة، صح ولا لا؟ احنا ريسك بيس اوديت، قلنا دائما ارجع ثاني مرة ضروري تكون إدارة المراجعة الداخلية ريسك بيس اوديت، ما تضيع وقتها في كل شيء. إدارة المراجعة الداخلية لا تراجع جميع الإدارات في المنظمة وليس جميع الأنشطة في المنظمة، تركز دائما على الـ 80-20 rules وتركز على الاستراتيجيات المهمة اللي تأثر في قيمة الشركة واستمراريتها. كمخاطر، هل اليوم حنا فعلا نركز على المخاطر ولا ما نركز على المخاطر؟ إذا سمحتوا لي الممارسين قولوا لي، أي واحد يفكر كيف أعرف شو المخاطر اللي في الشركة من وين؟ تفضلي. استراتيجية الشركة، أهداف الشركة، وأهداف القسم ونفسه. ممكن أعرف المؤشرات الأداء، الأرقام والميزانية، وش بعد؟ هذه كلها مخاطر internal، صح ولا لا؟ كلها مخاطر داخلية، لابد نشوف زي ما قلنا نستشرف المستقبل، نشوف اللي قاعد ممكن يصير برا وش ممكن يأثر علينا اليوم، صح ولا لا؟ نوكيا ما شافت المخاطر هذه اللي قاعدة تصير external وانتهت، صح ولا لا؟ اليوم نشوف من اللي مشترك أوسن؟ أحد مشترك أوسن؟ لازلت تشتركين بأوسن؟ أحد كان مشترك أوسن؟ كم اتصال تستلمين باليوم أوسن؟ الشهرين اللي راحت 20 اتصال باليوم؟ ليش؟ أكثر؟ ليش؟ لأنه نتفليكس طغى عليهم، صح ولا لا؟ في الجي سي سي قتلهم لآخر 6 شهور 7 شهور والنمبر ستوكس عندهم، بالتالي عشان كذا يتصلون عليك ويعطونك بروموشن يقولون لك تعال. ليش؟ ما كانوا يطالعون الاكسترنال ثريت اللي قاعد يجيهم، بالتالي كمراجع داخلي ضروري تطالع بالاكسترنال. هذا المخاطر. الموضوع الثاني، هل احنا كمراجعة داخلية عندنا قنوات وشانل تو كوميونيكيت الريسك اللي قاعد يصير معنا ولا ما عندنا؟ اذا في ريسك جدا عالي، ها، هل اقدر انا تو كوميونيكيت مع لجنة المراجعة؟ هل عندي اكسسبيليتي على مجلس الإدارة؟ النظام أعطاني accessibility على مجلس الإدارة، هل أنا جالس at least to notify them؟ هل أروح للزملاء بلجنة المراجعة وأقول ضروري تحطون في المحضر تبلغون مجلس الإدارة أنه عندنا المخاطر الفلانية؟ بعض الزملاء في الشركات يأخذ قرارات ويقول لك لا هذه مخاطر. تجي السؤال الأول، الزملاء كلكم اللي في الشركات، كلنا كم واحد موظف في الشركة؟ نرفع إيدينا الموظفين في الشركات. دائما نقول في risk appetite، صح ولا لا؟ ها؟ الشركة اللي عندي هل محددين وش الريسك أبيتايت؟ الريسك أبيتايت يعني شهية المخاطر المقبولة كإدارة تنفيذية نقدر نتخذها بدون ما نرجع للزملاء في مجلس الإدارة. هل الريسك أبيتايت محدد بالشركة عندكم؟ هل الريسك أبيتايت محدد بالشركة عندكم؟ الريسك أبيتايت محدد، والريسك أبيتايت مو بواحد، مختلف. الريسك أبيتايت في الآي تي مختلف عن الريسك أبيتايت في الفاينانس، مختلف عن الريسك أبيتايت في الاتش ار، مختلف عن الفاتيليتي والسيفتي، صح ولا لا؟ بالتالي مجلس الإدارة لابد يحدد وش الريسك أبيتايت. إذا ما في، أنا كمراجع داخلي ضروري أقول للجنة المراجعة ارجع لمجلس الإدارة ضروري يحدد لي وش الحد الأدنى المقبول من المخاطر أو الحد الأعلى اللي أنا كإدارة تنفيذية أقدر أخذه، ضروري، لأنه أنا كمراجع إذا شفت الإدارة التنفيذية تتجاوز هذه المخاطر، بعض الرؤساء التنفيذيين عنده شهية للمخاطر so aggressive في البزنس، صح ولا لا؟ وبالتالي يأخذ مخاطر ممكن على long term تأثر على الشركة وعلى الشير هولدرز. بالتالي لازم أعرف أنا وش الثريشولد اللي مسموح فيه، وإذا تجاوزه أنا أعطي notification لمجلس الإدارة، لأنه علي أنا liability أنه أقيس مدى منظومة الرقابة الداخلية بالشركة. التكلفة، إذا وجد مخاطر لابد ما يوجد نظام مراقبة، صح ولا لا؟ لابد ما يكون في كنترول سيستم. الكنترول سيستم ممكن يكون بريفنتيف، ممكن يكون كوركتيف، ممكن يكون دايركتيف، ممكن يكون ديدكتيف. بالتالي هل الكنترول هذا اللي أنا بأصممه لعملية إدارة المخاطر، هل هذا acceptable ولا ما هو acceptable؟ هل الكوست حقته مقنعة ولا ما هي مقنعة؟ لابد أنا أشوف أنه يكون في توافق وتوازن بين الأمرين. القيمة المضافة، أنا كإدارة مراجعة داخلية زي ما قالت الأخت الكريمة، هل أنا جالس أركز على أهداف الشركة واستراتيجيتها؟ المصيبة الأعظم إذا ما وجد في الشركة استراتيجية، نقول إحنا كل شيء محفوظ فيه صدور الصحابة، صح ولا لا؟ لكن وش يعرف بقية الشباب عن صدور الصحابة؟ هذه مشكلة كبيرة، صح؟ أو مشكلة يجيك إكس من الناس وينسف استراتيجية للقطاع أو الوزارة اللي سابقا، صح ولا لا؟ هذه برضو مشكلة أكبر وكارثة أكبر. ما في سستينابيليتي بالبزنس موديل، وهذا تحدي احنا نواجهه كإدارة مراجعة داخلية.
بالتالي انا لابد افكر شلون اصلح قيمه مضافه للشركه، واشوف هل احنا فعلا جالسين نحسن من اداء الشركه ولا ما احنا بنحسن كاداء الشركه؟ تحسن في الموارد البشريه ولا لا؟ هل انت اعطيت يوم من الايام بروبوزل خفض مصاريف الشركه بنسبه 4% 5%؟ لو سالتكم كمراجعين داخليين كم عمليه الوفر اللي انتم ساهمتوا فيها وتحسين الاداء بالشركات، هل هو مقاس ماليا؟ هل احد منكم طلع يوم للشركه وقال انا صلحت ري انجينيرنج للبروسيس، اعطيت بروبوزل توصيه، احنا في نهايه الملاحظات نطلع توصيات، صلحت عمليه وفر خلنا نقول بنسبه 60 مليون 70 مليون؟ هل قلنا انه صلحت عمليه تقليل للبروسيس؟ بدل ما كنا ننشئ، اتذكر احد الشركات كنا ننتج منتج، كان عشان ننتج المنتج هذا ياخذ مننا 3 ايام، بعد ما صلحنا ري انجينيرنج للبروسيس صلحنا كنا ننتج تقريبا 3/4 المنتج في يوم واحد. ايراداتنا في الشركه تقريبا ارتفعت 100 مليون ريال في السنه. هل انا كاداره مراجعه داخليه اشتغلت في موضوع الاستراتيجيك واشتغلت في موضوع الاوبريشن اكسلنس وحاولت احسن من التشغيل ولا ما حاولت احسن من التشغيل؟ وهذه شيء جدا مهم. كثير من ادارات المراجعه الداخليه حول العالم و54% من الاستبيانات يقول يحاولون يطورون من ثقافه الكريتيكال ثينكينج عندهم والادوات اللي يستخدمونها بحيث انهم يكونون مستشارين بالشركه اكثر فقط من الالتزام والامتثال. وهذا يحتاج الى عمليه ديناميكيه في التخطيط المراجعه الداخليه. كم واحد عنده 3 ييرز بلان في الشركه؟ كم واحد عنده 1 يير بلان؟ 3 ييرز بلان؟ 3 ييرز بلان؟ تغيرونه سنويا ولا ما تغيرونه؟ المفترض يصير عندنا 3 ييرز بلان وكل سنه نسميه 3 بلس 9. الثري هذه فيكست ما اقدر اغيرها، والناين هذه دائما دايناميك، ارجع كل 3 شهور اسال لجنه المراجعه والاداره التنفيذيه ومجلس الاداره هل في ايمرجنج ريسك، هل في مخاطر جديده دخلت على السوق، انتم تشوفون الاكسترنال والانترنال بارت، هل انا ممكن اعدل في البلان حقي ولا ما احتاج اعدل في البلان حقي؟ اليوم عندنا كم اداره في الشركه والمنظمه اللي اشتغل فيها تقدم عمليه الالتزام؟ احد فاميليار مع 3 لاين اوف ديفنس، فيرست لاين اوف ديفنس، سكند لاين اوف ديفنس، 3 لاين اوف ديفنس؟ اللاين الاول هم اي اداره يقولوا لك هذا اللي يسمونه اللي اداره الحمايه، بعدين السكند لاين هم اداره الالتزام واداره السيفتي واداره الكواليتي واداره الفاينانشال كنترولرز. بعدين يجي 3 لاين اوف ديفنس يسميه المراجعه الداخليه، صح ولا لا؟ طيب انتم في احد ما يشتغل بس مو في اداره المراجعه الداخليه، في احد؟ اي اداره؟ إدارة مالية، عندكم إدارة مراجعة داخلية؟ يطبون عليك؟ عندك إدارة التزام؟ يطبون عليك؟ أنتم سبجكت لأوديت من الحكومة؟ أوكي، سبجكت لأوديت من إكسترنال سبلايرز ولا فندرز ويدخلون عليك؟ كم مرة عندك مراجعة؟ 5 مرات في السنة؟ صارت بانيكينج صح؟ مزعجة لك، صار ما تشتغل شغلك، بس تراجع وراء المراجعين هذولا. بالتالي فيه كونسبت جديد انه ليش ما يصير في توافق وعمليه يسمونها الكومبايند اشورنس اكتيفيتي او عمليه الكونسوليديشن لعمليه ادارات الامتثال، لابد تجلس معهم بدايه السنه وتقول اعطوني البلان حقكم وهذا البلان حقي، وبالتالي اذا نصلحها سوا هذه المهمه او نبعدها اتليست 6 شهور من بعض عشان ما يصير في اوفرلابنج وناخذ وقت الزملاء اللي في الادارات. هذه يعني حتى في الاداره عندك ممكن تنصح للزملاء تقول تصلحوا يعني كايند اوف الاينمنت ما بين ادارات الاشورنس او ما بين ادارات الالتزام. الاستفاده من الموارد الداخليه والموارد الخارجيه، زي ما قلنا اليوم ما كل السبجكت ماتر اكسبرت تقدر تجيبهم، لابد تستفيد من الاوت سورسنج والكو سورسنج بالشركات الثانيه بحيث انك تقدم القيمه المضافه المناسبه للشركه اللي انت فيها والقطاع اللي انت فيها. تعطينا السلايد اللي بعده اذا سمحت. طيب نيكست اللي هو الامرجنج ريسك او المخاطر القادمه في السوق. المخاطر الكثيره واكثر الدراسات خلال 3 سنين تلقى المخاطر ترتفع وتنزل، ما في يعني ما في اختلاف كثير، اعتقد لازم نواجه نفس المشكله. السايبرتي ريسك او السايبر سكيورتي ريسك والتهديدات السيبرانيه، عمليه الديجيتاليزيشن وعمليه الكلاود سيستم والبزنس كونتينيوتي وعمليه الاندماج والاستحواذ مشكله ثانيه تواجهها الشركات. اليوم في العالم مع التحديات والتكاليف اللي قاعدين نشوفها في ميرجنج ان اكوزيشن كبير، سواء هذا كان منه فائده او غير فائده. كم واحد مر في ترانزاكشن فيها ميرجنج اكوزيشن، في عمليه استحواذ اندماج، في احد؟ طيب مو بشرط دائما الميرجنج والاكوزيشن في فائده لاصحاب المصلحه خاصة الملاك، بعض الأحيان الإدارات التنفيذية بوش تو مش على موضوع الأكوزيشن والميرجنج عشان ترتفع رواتبهم الشخصية وهذا مثبت عالميا.
الاندماج انك تجي تاخذ شركه ثانيه تملكها بالكامل، هذا عفوا الاستحواذ، الاندماج انكم كلكم تندمجون بشركه جديده. فبالتالي هذه التحديات نواجهها. الاخوان اللي تذكرون ارامكو اعتقد قبل سنتين او ثلاث سنوات كان عندهم سايبر سيكيورتي ايشو وصار فيه اتاكينج للسيستم اعتقد ليله العيد، وش صار؟ سام؟ على ورق؟ وش اللي على ورق؟ يخلصون اشغالهم على ورق، وش كان؟ احد يقدر يقول لنا؟ ارامكو فيها 24 موظف، 24 الف ستيشن موظف. صار انه في غضون 48 ساعة استطاعت ارامكو تقريبا تشيل كل الاجهزة ال 24 الف جهاز وتبدلهم ب 24 الف جهاز، ليش؟ لان كان البزنس كونتينيوتي بلان جاهز عندهم، خطة الطوارئ جاهزة، سبق انهم جربوها، سبق فحصوها، بالتالي كانوا قادرين انهم ايش؟ يعالجون او تو مانج الريسك اللي صار. فانت اذا ما عندك بزنس كونتينيوتي بلان ضروري يكون بزنس كونتينيوتي بلان على امرين، على امر الاداره التشغيليه وعلى الامور التقنيه، لانه كثير من الامور صار لها اتمته حاليا، بالتالي لابد انك تعالج. وهذه تحديات واحنا لابد نشوفها كفرص في المراجعه الداخليه، كيف نقدر نقدم ثاني مره قيمه مضافه للشركه ونستفيد من خطه الشركه الاستراتيجيه في السايبر سيكيورتي، وانه نشوف استشراف للمخاطر المستقبليه كيف تقدر تعالجها. وحنا توصياتنا وهيكلياتنا للعمليات وتحسين العمليات بالشركات والمنظمات انه كيف احنا نصلح ري انجينيرنج لها. هذه واحده من الدراسات وتقول لك وش المخاطر اللي تشوفها الشركات والمنظمات في العالم، وش الاهميه فيها. الرقم واحد او اللون الازرق باين عندكم هذا اهم شيء قاعدين يشوفونه في الوقت الحالي. لو نشوف لما جاوا يتكلمون عن السايبر سيكوريتي كثير منهم يقول في مشكله عمليه الريجوليشن والكومبلاينس. زمان كانوا في اي مراجعه داخليه تقرير دائما يقول لك من المخاطر، مصفوفه المخاطر اللي يعدونها الريجوليشن اتس ا ريسك. انا في السعوديه دائما اقول ليش يشوفون القوانين مخاطر؟ ليش؟ احد يقول لي ليش؟ لانه ما كانت القوانين تتغير عندنا، تقعد 40 سنه هي نفسها، فكنت اقول ليش؟ ما في يعني عجزت افهمها. 2013 اول وزاره قامت تتغير في القوانين بشكل سريع وزاره العمل، صح؟ فاصبح لابد نتوافق معها، صارت كل يوم عندهم نشرات جديده، اليوم ما شاء الله القوانين على هب ريح، كل يوم يطلع قوانين، فاصبح فعلا حتى في السعوديه موضوع الريجليشن لابد انك انت تعطيه اهتمامك كمراجع داخلي. عملية الكونسوليديشن وعملية الميرجنج ريسك، عملية الاميرجنج ماركت، عملية الريبيتيشنز بالشركات وسمعة الشركات، والسمعة صارت تطير ايش؟ تطير كي بلايرز في المنظمات، لا قدر الله اذا راح سمعة المنظمة هذه او صار في اكسيدنت كبير، ها؟ مباشرة الناس اللاعبين الكبار والادارة التنفيذية تلقاهم يقالون من هذه الشركات، صح؟ فهذا مخاطره جدا كبيره، اصبحت الشركات تشوف الريبيتيشن حقتها كيف تقدر تحافظ عليها، لانه اليوم في سوشيال ميديا، السوشيال ميديا ما عاد ترحم، مهما صلحت كنترول داخلي، السوشيال ميديا رايح تطلعها خارجيه، اللي بعدها اذا سمحت. طيب المخاطر والارياز اللي لازم وي كونسيدرت في المراجعه الداخليه والزملاء اللي بيدخلون المراجعه الداخليه، لابد يكون عندك شغف انك تطور المهارات حقتك انت في السايبر سيكيورتي، اذا ما هي عندك لابد تستعين بالشخص المختص فيها، هذه جدا مهمه. عمليه الديجيتاليزيشن والديسربتيف اللي قاعد يصير في عمليه التكنولوجي الجديده والارتفيشال انتليجنس والروبوتكس، هذه كلها اشياء جديده في المراجعه الداخليه، لابد نرفع من مهاراتنا او انه نستعين بالناس المختصين. لابد احط انا خارطه الثلاث سنوات انا وين رايح كاداره مراجعه داخليه، التشريعات والقوانين كيف نقدر نعالجها ونراجعها، اداره المخاطر. كثير اليوم صار الاوت سورسنج، صح؟ كثير شركات صارت تستعين بالاوت سورسنج عشان تخفض التكاليف وتركز على الكور بزنس حقها. انا في الاوت سورسنج وش صلحت كمراجعه داخليه؟ انا في الاوت سورسنج وش طلبت منهم كاس ال اي ويصلحون ميتيجيشن بلان ويصلحون ريسك اسسمنت ويصلحون فريم ورك خاص في الكوربريت جفرنس حقتهم؟ ضروري كمراجعه داخليه اصحي الناس الموجوده والاداره التنفيذيه، ضروري المورد حقي يكون جاهز للمواضيع هذه. الانظمه السحابيه كثير صاروا يدخلون على موضوع الكلاود سيستم، كم واحد في الشركه عندهم بورتال لمجلس الاداره؟ تعرفون البورتال حق مجلس الاداره انه كل التقارير حق مجلس الاداره تروح على البورتال، كم واحد؟ ما انك البورتال هذا داخل السعوديه ولا خارج السعوديه؟ داخل السعوديه؟ داخل السعوديه الشركه؟ والاستورج حقهم داخل السعوديه؟ والله ممتاز، طيب تقول لنا وش اسم الشركه لانها تستاهل. سام؟
تابك انترنال بورتر لكم اجل هذا مصبي اوكي، لانه كثير من اللي يستخدم الكلاود بزنس غالبا اكسترنال بورتر، وهيئه الامن السبراني حاليا تطلب من كثير من المنظمات وجميع الشركات وليس فقط القطاع العام انه ضروري يكون الاستورج داخل المملكه العربيه السعوديه بحيث انه تحافظ على البرايفسي. صارت عمليه البرايفسي في الداتا ريسك بحد ذاته قائم وكبير. استمراريه الاعمال، كم واحد عنده بزنس كونتينيوتي بلان بالشركه؟ احد يقدر يفيدنا؟ اكيد سابق عندكم بزنس كونتينيوتي. احد ثاني يقول لنا عندهم بزنس كونتينيوتي؟ طيب ضروري تجهز نفسك، شوف ايش اهم اربع خمس مخاطر بالشركه لا قدر الله. اذا انقطع الانترنت بالشركه وش ممكن تتاثر البزنس؟ اذا انتم جريسري وتبيعون للناس وتعطل البوينت اوف سيل سيستم، هل تقدرون تبيعون؟ هل السيستم حقك قادر يشتغل اوف لاين ولا بس اون لاين يشتغل؟ جيد؟ هذا المواضيع ضروري احنا نبحثها مع الزملاء. عملية الاستحواذ والاندماجات حتى في المملكة والخليج اليوم كثير قاعد يصير ميرجينج اكوزيشن. انا كمراجع داخلي بري اكوزيشن وش دوري والبوست اكوزيشنز وش دوري؟ ضروري اعرف وش دوري. كثير من الزملاء في هذه الادارات ما يعرف وش دوره. كل هذه نسميها ايمرجينج ريسك. احنا داخلين اليوم الاغلبية فينا كمراجعين داخليين يقول حنا غير جاهزين، لازلنا نشتغل في الامتثال والالتزام ولازلنا نشتغل على المراجعة التقليدية اللي لازم ننفضها شوي. و27% زي ما قلنا قبل شوي من شريحة الاستبيان انهم رايح يشتغلون على الامرجنج ريسك. بالتالي 75% زي ما هو حالنا اليوم في القاعة لسه ما بعد فكروا يشتغلون على الامرجنج ريسك. نشوف السلايد اللي بعده اذا سمحت لي. بعض المخاطر الناشئة وكيف إدارة المراجعة تقدر تساعد فيها. معنا 10 دقائق عشان ناخذ السيشن اللي بعده. تفضل أستاذي. الأمن السبراني يمكن تطرقنا لها قبل شوي، وبالتالي الأمن السبراني أصبح حاجز كبير عند كثير من الدول، والسايبر سيكيورتي زي ما قالت تو السيرفي من أكبر المخاطر اللي تواجهها وفيها مع عواقب كبيرة وضخمة لا قدر الله إذا صار فيها بريش. والمراجعة الداخلية كيف تقدر تساعد؟ لابد أقيم مخاطر الأمن السبراني وأجيب أحد مختص من زملاء اللي خاصين بالآي تي تو أسس السايبر سيكيورتي ثريت اللي موجود عندنا بالشركة. كثير من الشركات صلحنا سايبر سيكيورتي ثريت وصلحنا بنتريشن على البزنس حقنا وتفاجأنا أنه نقدر نصلح هاكينج حتى على الإيميلات الموجودة بالشركة. فهذا بحد ذاته خطر لابد إحنا نواجهه. ويمكن شفنا قبل كم سنة الأخوان والأخوات أعتقد العام الماضي في هيثرو، أعتقد مطار هيثرو ولا أي مطار، اللي وقف كل السيستم حق البوكينج والعملية البزنس ووقف لمدة يمكن يومين، صح ولا لا؟ وصار فريز على كل الطيران حول العالم اللي يمر عن طريق هيثرو، وهذه مخاطرة كبيرة ما كانوا جاهزين لها. وشفنا السعودية كيف أنها واجهت يعني شيء overwhelming خلال السنتين الماضية في السايبر سيكوريتي إيشو، وشفنا كثير أتاك علينا من إيران وغيرها على الأجهزة الحكومية والأجهزة الشركات الخاصة والكبيرة، ولا بد تصحى. وشفنا تعطل في البنوك، وشفنا تعطل في الوزارات، وصار سيستم داون لأنه مو بجاهزين، صح ولا لا؟ فبالتالي أنا I should wake up وأقول يا إدارة الآي تي هل أنتم جاهزين ولا ما أنتم جاهزين لهذا الموضوع؟ اللي بعدها اذا سمحت. واذا صار في اي عمليه مراجعه داخليه تستعين بالشخص المسؤول في الاي تي اذا ما هي عندنا القدرات والكابابيلتي الداخليه. بعد الامن السبراني كثير نسمع عن الصناعه الرابعه، صح ولا لا؟ كثير نسمع عن الانترنت اوف ثينجز حاليا، صح ولا لا؟ واصبحت عمليه الرقمنه والتقنيه مترابطه حول العالم، واصبحت هي الصناعه الاسرع عالميا اليوم. معالي وزير الصناعة في افتتاح المنتدى قال سنركز، عفوا في المنتدى أمس في القطارات، قال سنركز على الرقمنة والرقم، عفوا على القطاع الرابع أو الصناعة الرابعة الانترنت اوف ثينجز، وذكر أنه هذا هاجس مخيف جدا للدول الأوروبية. لكن في المملكة العربية بالعكس احنا منفتحين جدا على هذه الصناعة ونشجع من صناعة الصناعة الرابعة في انترنت اوف ثينجز. هل حنا جاهزين؟ هل إدارة المراجعة الداخلية صلحت governance framework لهذه العملية ولا لا؟ هل صلحنا SLAs اللي حنا عندنا؟ هل عملية الكنترولز والميتيجيشن بلان جاهزة؟ هل الخبرات حنا كإدارة مراجعة داخلية اتليست عندنا او نعرف من نستعين فيه ولا مين موجودة عندنا؟ لابد انه نبحث ونشيك اليوم على هذه المواضيع. اليوم كثير في الانترنت اوف ثينجز صارت تتحول للاوتوميشن، صارت تتحول كثير من الاشياء للروبوتكس، صح ولا لا؟ لانه العامل البشري اصبح مكلف جدا على الشركات واصبح اوفر هيد كثير.
شفنا احنا يعني كثير من الرؤساء التنفيذيين للشركات قال انه الاوفر هيد عندنا في الشركات ذبحنا. تتذكرون الواتساب مسج اللي طلع ولا لا؟ طيب شركة التصنيع تكلمت فيها وهذه فعلا مشكلة نواجهها كثير منا في الاوفر هيد، فاصبح لابد انه نتحول لعملية تكون اكثر كفاءة في التشغيل وتكون تقنية واتمتة فيها ونستخدم الادوات الجديدة. انا كمراجع داخلي هل جاهز اني افهم هذه المواضيع ولا ما احنا بجاهزين؟ هل احنا حطينا الريسك ميتيجيشن بلان ونصحنا فيه ولا لا؟ هل بحثنا عن الخبرات اللي احنا ممكن نستفيد منها ولا لا؟ هذه كلها لازم احنا نشوف اللي بعده. طيب الأنظمة السحابية يمكن تكلمنا أو تطرقنا لها قبل شوي وقلنا أنه كثير من الشركات تروح للكلاود بيزنس لأنه صار أرخص تكلفة، ما يحتاج كابكس كثير، ما يحتاج ناس تكنيكال وسبورت موجودين عندي داخل الشركة، وبالتالي أصبح أوصل للمعلومة من أي مكان، أصبح عن سمارت فون حقي أقدر أصل لها، أقدر أشوف الداتا، أقدر أصلح أبروفل. هل إحنا في المراجعة الداخلية صلحنا أوديت أسيسمنت، صلحنا بنتريشن على هذه الأنظمة؟ هل قدرنا نشوف نقيس المخاطر الموجودة فيها ولا لا؟ هل سألنا البروفايدر حق هذه الأجهزة لنا أحقية الراجع عليها ولا لا؟ هل هم عندهم ريسك فريم وورك والآيسو 27001 موجودة عندهم ولا غير موجودة؟ هل البرايفسي بلان حقهم احنا اطلعنا على البوليسي حقتهم ولا لا؟ هذه كل المواضيع ضروري احنا نسألها. اللي بعدها إذا سمحت لي، البزنس كتبتي اللي قبل شوي تكلمنا فيها جدا مهمة وأصبحت مقلقة كثيرة اليوم، وأصبح البحث عن هذا الموضوع جدا مهم، والبزنس كنتينيوتي في القطاع العام والقطاع الخاص، ونشوف حتى في المشاعر أصبح حاجز كبير عند متخذ القرار. هل أنا عندي بزنس جاهز للمخاطر اللي أنا أواجهها ولا لا؟ المراجعة الداخلية تطلب هل في بزنس بلان ولا ما في بزنس بلان جاهز في البزنس كنتينيوتي؟ هل احنا صلحنا عليه اسسمنت ولا ما صلحنا عليه اسسمنت؟ وش نتائج الاسسمنت؟ هل لازم نعدل ولا ما لازم نعدل في الديزاين بلان الموجود؟ انا كمراجع داخلي هذه يعني اليوم هاجس، ما عندنا يمكن حلول جاهزه، لكن ضروري احنا نصلح ديسربشن ونرجع نفكر ثاني مره بطريقه تكون اكثر موضوعيه تساعد متخذ القرار انه يشوف وش الادوات اللي احنا نحتاجها بحيث انه نوظفها التوظيف السليم. اللي بعدها لو سمحت. عمليات الاندماج والاستحواذ يمكن طرقنا لها قبل شوي، ضروري أأكد عليها. اليوم قاعد يصير فيه أبيتايت جدا عالي على الميرجن اكوزيشن، نشوف الشركات تستحوذ على شركات عالمية، نشوف أرامكو استحوذت على سابك. هل هذه الاستحواذات اليوم احنا كمراجعين داخليين نشوف البوست امبلمنتيشن هل هي سكسسفول نت سكسسفول؟ هل الاشياء اللي كنا احنا وي ديزاينت الان وي امبلمنتد ولا ما صلحنا لها امبلمنتيشن؟ اذا ما صلحنا لها هل نحتاج نعدلها ولا ما نحتاج نعدلها؟ هذا دور جدا مهم احنا كمراجعين داخليين. اللي بعدها اذا سمحت. التحديات اللي تواجه السوق السعودي اليوم مع وجود الحوكمة ومع وجود الديناميكية العالية برؤية 2030 ومع الناس تحولت زي ما قلنا للاوت سورسنج وتحولوا كثير للكمبيوتنج سيستم واصبحت موضوع البيج داتا موجودة بشكل كبير واصبحنا نستخدم قطاعات جديدة، الريل واي يعتبر صناعة جديدة اليوم فيها تكنولوجي كثيرة واصبحنا نقدم تقنيات ما موجودة على مستوى العالم، بالتالي هل المراجعين حقنا جاهزين ولا لا؟ البنية التحتية زي ما ذكرنا عندنا القدية ونيوم والبحر الاحمر وامالة، هل احنا جاهزين ولا احنا بجاهزين؟ الامن السبراني احنا جاهزين ولا مو بجاهزين للمواضيع هذه؟ عملية الانترنت اوف ثينكينج والصناعة الرابعة احنا جاهزين ولا ما احنا بجاهزين؟ كلها تحديات. المتخذ القرار رايح. انا كشخص قلنا المعايير المراجعة الداخلية 1200 يقول 1230 يقول انها مسؤوليتك انت كمراجع داخل انك ترتفق ترتقي المهارات المطلوبة منك، بالتالي هذه كلها تحديات لابد اني ارتقي انا فيها. سألت الزملاء في الاي اي اي جمعية المراجعين الداخلية السعوديين قلت لهم كم واحد عندنا اي سي اي اي سيرتيفايد؟ تعرفون السي اي اي هي شهادة المراجعين الداخليين؟ قالوا ما ندري. وزير التجارة الله يعطيه العافية في افتتاح المنتدى ما قصر فينا، قال حرام عليكم يا جماعة 170 ألف محاسب في السعودية، كم عندنا واحد محاسب سيرتيفايد؟ أحد يقدر يقول لي الرقم؟
1012 واحد فقط لا غير من 170 ألف واحد. عدد المكاتب المحاسبة لا تتجاوز 400 مكتب محاسبة. وإحنا عندنا خط طموح أنه نحول المكاتب أنها تكون إيش؟ أنها تكون مكاتب بروفيشنال ويكون عندها جودة عالية، وكثير من الشركات تروح تحول لسوق الأسهم. أتمنى أنهم هذه الفجوة الموجودة في السوق يصلحون عليها دراسة. أنا صلحت أسامشن بسيط أمس وحاولت أقيس. عندنا في السعودية تقريبا 5120 شركة مصنفة اليوم في وزارة العمل شركة إما كبيرة أو عملاقة. كبيرة معناتها أكثر من 500 موظف إلى 3000، عملاقة أكثر من 3000 موظف. عدد الموظفين فيها 2,700,000 موظف. كم يحتاجون مراجع داخلي؟ إذا أخذنا الأسامشن حق معهد المراجعين الداخليين الأمريكي يقول 1% على الأقل، معناته أنا أحتاج في السعودية أحد يكون جاهز ويكون كفاءة عالية، يكون عندي 27,000 مراجع داخلي مينيمم محتاجينه، ودايفرسيتي في الباك جراوند حقهم عشان تتاكل الثريت اللي احنا نشوفه. هذا اللي احنا اليوم حاولنا نحاول فيه. عشان كذا في فجوه كبيره في السوق، ندور على مراجعين ما احنا بلاقين، ندور على مهندسين مراجعين ما احنا بلاقين، ندور على ميديكال. كم جلستوا تدورون ميديكال اوديترز؟ طولتوا تدورون ميديكال في الاوديت؟ ها سام موجود ولا ما فيه واجد؟ ما هي بخبرته ها؟ وخطوتهم تدربون، وبالتالي في فجوات كبيرة ضروري حنا نقول زملائنا ترى المراجعة الداخلية فيها بوتنشل جدا عالي وفيها رواتب الحمد لله كويسة. إذا تبون أعلمكم كرم الرواتب علمتكم، وإذا ما تبون عاد نقفل كذا ونقول كثر الله خيركم، ما كان من توفيق فمن رب العالمين، وكان التقصير فمني ومن الشيطان. أعتذر منكم إذا في أي سؤال. سم طال عمرك. سم وش تخصصك؟ فاينانس. دخلت المراجعة؟ طيب CIA Chief Audit Executive المفترض انه يكون ما بين 70,000 الى 140,000 ريال تقريبا. المراجع المانجر المفترض يكون بحدود 35 الى 70,000 ريال. اللي تحته المفترض السوبرفايزر يكون بحدود 25 الى 35,000، والباقي غالبا اكثر من الاندستري الثانية تعطي بحدود 2000 الى 3000 ريال. سام غير مطبق؟ لا مطبق يا سام، مطبق. وانت كمراجع يوم من الايام نصيحتي لجميع المراجعين لا تقدم ولا وظيفه. البرودكت اللي انت تطلعها والمخرجات اللي تطلعها الناس تتحدث عنك وتروح تدورك. الهيد هانتر ترى يدورون ليل نهار يوميا، نستقبل 5 إلى 6 اتصالات تقولون عبد الله تعال، او تعرف احد مراجع داخلي، او من تقدر تعطينا ريفيرال ناس كويسين. احنا وي ار ويلينج. تقول له كم الراتب؟ يقول ما عندي راتب، انا نيجوشيبل. الوظائف الثانيه يقول لك فيكس، انا عندي رينج مينيمم وماكسيم. هذا يقول لك نيجوشيبل لانه ما فيه الكواليفايد اولز غير موجودين في السوق اليوم بشكل كبير. في شح، في فجوه. صحيح. عشان كذا تحولت الاخر في المراجعه الداخليه ولا لا؟ عشان كذا تحول لنا الشيء اللي يسمونه الكونتينيوس اوديت. واصبحنا نصمم بعض البرامج اللي تساعدنا انه تصلح فلاجنج اول ما يصير الخطر، يصير عندنا ديدكتيف مباشره نعرف عليه، ولا ننتظر 5 شهور 6 شهور او سنه عشان نجي نصلح الاوديت. مباشره يجيني على الايميل ترى في مشكله بالاداره الماليه. فاصبح هذا عمليه التعاطي يعني هذه لا ما صارت مرحله الالتزام، صارت مرحله البزنس انسايت، انك على الاقل ارفع من كفاءة اتخاذ القرار اول ما يصير المشكلة على طول، او استشري في المستقبل نصل لعملية نضج اعلى تصير باستشارة اكثر. في سؤال ثاني؟ في اي سؤال؟ تفضلي. سمي. اللي يدرس محاسبة انا دائما اقول المراجعة الداخلية او المحاسبة دائما لابد يكون عندك كوميونيكيشن سكيلز. الكوميونيكيشن سكيلز بعد توفيق رب العالمين ترى هي الفيصل، مو بالتكنيكال بس، الفندمنتال التكنيكال جدا مهم، لكن السوفت سكيلز كل العالم تركز عليها. البارحه امس طلعنا من هنا من الندوه حضرنا السي او دينر، كان سعاده الرئيس التنفيذي المسك هو الحاضر وهو المحاضر فيها، فسالناه هذا السؤال قال عمليه الكوميونيكيشن سكيلز جدا مهمه للقائد والشخص اللي بيترقى في المناصب العاليه. فالكوميونيكيشن سكيلز النيجوشيشن سكيلز والمراجعه الداخليه جدا مهمه، البرسويشن عمليه الاقناع للاخرين، البرزنتيشن سكيل جدا مهمه، عمليه الاناتيكال والكريتيكال ثينكينج، والقراءه ثم القراءه ثم القراءه، لانه هنا تقدر تصلح بنش ماركينج، وهنا تقدر تقدم قيمه مضافه ثانيه للاداره التنفيذيه. أحد عنده سؤال يا أخوان؟ الأخوات أحد عنده سؤال؟ طيب أنا أعتذر عن السم.
المهنيه وش الشهادات المهنيه اللي ممكن ثاني مره مراجع داخلي بخلفيه قانونيه كامله سم وش الشهادات المهنيه اللي ممكن يحصل عليها في القانون ولا في المراجع الداخليه؟ لا انا شغال في المراجع الداخليه وخلفيتي كلها قانون يعني. طيب في القانون انتم عندكم شيء في القانون اسمه جي دي؟ وش الجي دي؟ اشرح لي هذا. شهاده مهنيه في القانون؟ اي هو شهاده رخصه المحاماه. غير رخصه المحاماه في امريكا وش الشهادات المهنيه؟ جي دي اسمها؟ ما اعرف والله. اي عشان كذا كثير من المحامين السعوديه غير موجود عندهم الشهاده المهنيه، شيء جيد انك تاخذها. في المراجعه الداخليه ركز على السي اي اي، اكثر شيء تقدم لك قيمه مضافه، اذا تقول انا بادخل سيرتيفايد فراد اكزامينر او الشخص اللي دائما يقوم بعمليه الانفستيجيشن في عمليه حالات الاختلاسات، هذا جدا عليه ديماند في السوق السعودي. جميل. انت من خلفيه قانونيه وتدخل في الفراد اكزامينرز وتاخذ شوي اناليتيكال في الام اي اس جدا مهم بالنسبه لك، وممكن تصير قيمه مضافه وراتبك الله يبارك لك يكون جدا عالي. الله اي سؤال ثاني؟ خلصنا احنا كذا. سمي لا ممكن المراجع الاخصائي القيمه المضافه ممكن تتحول لمراجع داخلي. ممكن يتحول المراجع الداخلي، دائما اقول للزملاء اشتغل اي مهنه ثانيه بعدين حول المراجع الداخليه، لانه انت تقدر تتكلم بشكل افضل، لانه تشوف بزنس اخذ اكثر. والمراجع الداخلي دائما نصيحتي له انه يشتغل في 4 شركات على الاقل، مده التدوير فيها كل شركه لا تقل عن 4 سنوات، لابد تغير تشوف بزنس ثاني، تشوف نشاط ثاني عشان انت تصل لدرجه النضج اللي تكلمنا عنها قبل شوي، وقلنا نصير ادفايزري اكثر من نصير اشورنس. الاخوان اللي فريش جرادويت ان شاء الله في المستقبل لابد تحط خارطه الطريق. كل الزملاء لما كنا في الجامعة يقول أبغى راتبي يصير 100,000 ريال، اللي كان يقول الكلام هذا وحط خارطة أول ناس وصلوا لها خلال 10 سنين صارت رواتبهم 100,000 ريال. بعد توفيق رب العالمين إذا عندك هدف limit is the sky. في سؤال ثاني في السلايد اللي بعده لو سمحت. يعطيكم ألف عافية وشكرا لكم وآسف على الإطالة.